هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين يا بنات، وسنة سعيدة عليكم جميعا. خلاص قربنا على السنة الجديدة. الفيديو ده يا بنات هتكلم فيه عن مفضلاتي للميك اب لسنة 2019، فلو حابين تعرفوا ايه الحاجات اللي انا استخدمتها في السنة دي وعجبتني، تابع معايا الفيديو للآخر. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي انا بقدمها. ويلا بينا على الفيديو. واول حاجه يا بنات هتكلم عليها وهي الفاونديشن. انا مش بستخدم يا بنات خالص برايمر، مش بفضله لان هو مع الوقت بيهلك البشره، بيوسع المسام. لو انتي عايزه حاجه مثلا تسهل معاكي توزيع الفاونديشن، ممكن تستخدمي كريم مرطب قوامه زي الجل، بيدي شكل ناعم للبشره زي جيل شان، حسب لكم صورته هنا وانا اتكلمت عليه في روتين البشره. او ممكن تستخدمي زيت زي زيت نوكس، برضه حلو بيرطب البشره ويساعد معاكي توزيع الفاونديشن. لكن البرايمر يا بنات من وجهه نظري انا مش بفضله خالص لانه بيأذي البشره مع الوقت. افضل فاونديشن يا بنات عجبني كاستخدام يومي هو فاونديشن لوريال انفيليبل، وده شكله يا بنات 24 اور فريش وير، ده شكله بالظبط بتكنولوجيا الاكسجين. الفاونديشن ده حلو جدا يا بنات كاستخدام يومي، التغطية بتاعته من خفيفة لمتوسطة، شكله طبيعي جدا على البشرة، شكله حلو جدا على البشرة، بيروح من على البشرة بشكل حلو، مش بيعمل شكل وحش لما بيجي يروح من على البشرة. ده بالنسبة لي يا بنات فاونديشن حلو جدا لو عايزة حاجة كاستخدام يومي وما تكونش تقيلة وتكون خفيفة على البشرة، ففاونديشن لوريال تحفة يا بنات وحلو جدا للاستخدام اليومي. تمام كده يا بنات. الفاونديشن اللي بعد كده يا بنات اللي عجبني كتغطية أعلى، فاونديشن بريتي باي فلورمار، وده شكله يا بنات، يا رب تكون الصورة واضحة. ده فاونديشن مخصص للبشرة الدهنية، ماتي فاينينج فاونديشن. الفاونديشن ده يا بنات تغطيته من متوسطة لعالية، التغطية بتاعته حلوة جدا يا بنات، ثباته حلو. هو بس فيه تعليق واحد بس عليه، وهو بس كل مشكلته محتاج توزيع او تكوني متمكنة في توزيع الفاونديشن بطريقة حلوة عشان يطلع شكله حلو جدا على البشرة، لكن ثباته حلو. موجود منه برضو درجات كتير، في درجات على بينك واصفر ودرجات متعادلة، سعره تقريبا 170، وده شكله بيتأكسد يا بنات حاجة بسيطة. واكتر نوعين كونسيلر يا بنات عجبوني السنه دي كان كونسيلر كاتريس كاموفلاج، وده شكله كونسيلر ميبلين فيت مي. ميبلين فيت مي عجبني اكتر كاستخدام يومي، وكاتريس عجبني اكتر كتخطيطه اعلى من ميبلين فيت مي. الاتنين كونسيلر دول حلوين جدا يا بنات، انا بفضل ده مش كاستخدام يومي لان هو شويه ناشف على المنطقه دي، وبفضل ميبلين فيت مي كاستخدام يومي. هما الاتنين حلوين، شوف اللي يريحك وهاتيه. واكتر نوع باودر يا بنات عجبتني السنه دي هي باودر كاتريس المات، ودي شكلها الباودر دي حلوه جدا يا بنات، بتثبت الفاونديشن من غير ما تديله لا تغطيه ولا لون ولا شكل كيكي ولا اي حاجه، كانك ما حطيتيش اي حاجه على البشره، كانك تثبتي الفاونديشن بس من غير ما تديله اي تغطيه. ناعمه وحلوه يا بنات، ومش بتعمل فول اوت ولا اي حاجه، يعني مهما تاخدي منها بالفرشه مش بتقع ولا اي حاجه. ودي كان شكل الباودر. واكتر نوعين لوز باودر يا بنات عجبوني السنه دي كان سعرهم حلو، هي لوز باودر ام ان، واكتر درجتين عجبوني فيهم درجه 6 اللي هي على اصفر، ودرجه 4 اللي هي على بيج، وده شكل الباكج بتاعهم. انا عامله عنهم ريفيو يا بنات لو حابين تروحوا تشوفوه. الباودر دي حلوه جدا، بتثبت الفاونديشن حلو جدا، شكلها مش كيكي، ناعمه جدا على البشره، حلوه جدا يا بنات، وسعرها كمان حلو 55 جنيه تقريبا. تمام كده يا بنات. واكتر باودر برضو عجبتني وهي باودر بريتي باي فلورمار، لو حابه تدي للبشره جلوي، لو حابه شكل باودر جلوي للبشره او تدي شكل لمعه حلو للبشره. ودي شكلها عباره عن باودر كده زي ما تكون فيها ضي او لمعه بس ما فيهاش جليتر خالص يا بنات، ودي شكلها، وانا برضو كنت عامله ريفيو عنها. باودر كده بتدي جلوي وتدي لمعه من غير جليتر. واللي عجبني بعد كده يا بنات كان الكونتور ستيك من تشاو، حلو جدا يا بنات، سعره حلو وكمان الدمج بتاعه حلو جدا. انا الدرجه اللي عندي دي رقم 1، حبيت درجه رقم 1 اكتر من درجه رقم 2، درجه 2 حسيتها شويه على اورنج، لكن درجه رقم 1 حسيت ان هي درجتها حلوه جدا. ودي شكلها وجودته حلوه جدا، وده كونتور ستيك من تشاو، وده شكله. والبرونزر اللي عجبني بعد كده يا بنات سعره حلو وجودته حلوه وكل حاجه فيه حلوه، كان البلاشر بتاع اماندا، ودي درجه رقم 1. الدرجه دي كبرونزر حلو جدا يا بنات، وسعره تقريبا 50 جنيه، ودي شكل الدرجه يا بنات، يا رب تكون واضحه.
وفي بنات برضو برونزر حلو من اماندا اللي هو شكل الباكج القديم، هحاول اسيب لكم صورته هنا يا بنات. لو بشرتك فاتحه في درجه رقم 1 كويسه جدا، لو بشرتك غامقه درجه رقم 11، وهسيب لكم الصوره التانية برضو هنا في الباكج القديم، لكن في الباكج ده درجه رقم 1 اللي هي الفاتحه ودرجه رقم 2 هي الغامقه. كبرونزر حلو جدا، سعره حلو، لو عايزه حاجه سعرها حلو وفي نفس الوقت حلوه فانصحك باماندا. والهايلايتر اللي بعد كده يا بنات اللي عجبني في 2019 كان هايلايتر من ماركة سارة، ده شكله الدرجة بتاعته شبه درجة اللي هي ماري لو، اهو شكله حلو جدا يا بنات، ومفهوش جليتر، في حاجات بسيطة تكاد تكون يا بنات معدومة، وده شكله والبيجمنت بتاعه حلو قوي يا بنات وناعم جدا وكل حاجة، اهو زي انتم شايفين كده مفهوش جليتر غير حاجات بسيطة قليلة قليلة وصغيرة، وشكله يا بنات يا رب تكون الصورة واضحة. تمام كده يا بنات، وده شكل الهايلايت الباكج بتاعه من بره. انا بفضل الهايلايت ده ان انت تحطيه بايدك احسن ما تحطيه في فرشة، لان هو شوية بيعمل فيل اوت لو حطيتيه بالفرشة. تمام كده يا بنات، وبلاشر لونا وبلاشر ام ان، بلاشر ام ان دي شكل الباكج بتاعها وانا كلمتكم عليها قبل كده، ودي نمبر بي. لو عايزه حاجه سعرها كويس وفي نفس الوقت في تنوع في الالوان، بلاشر لونا درجتين على بينك درجتين على خوخي، درجه برونزي ودرجه فيها شويه شمر، ودي شكلها سعرها حلو يا بنات، 55 جنيه تقريبا او 60 حاجه زي كده، حلوه جدا يا بنات والبيجمنت بتاعها حلو. والبلاشر اللي عجبني بعد كده يا بنات، وده بلاشر لونا، انا عجبني من كل بلاشر لونا الدرجتين دول بس، لان باقي البلاشرات حسيتها ان البيجمنت شويه بتاعها ضعيف وبتعمل طبقه كده مش عارفه زي بلاستيك كده او طبقه غريبه تيجي تحط ما يرضاش يحط، هكلمكم عليهم في اسوأ منتجات هوريكم الدرجات الوحشه اللي انتوا بتشتروهاش، لكن الدرجتين دول حلوين جدا بيجمنت جدا. ودي يا بنات درجة لونا 510، دي شكل الدرجة، شايفين يا بنات اول ما بتيجي تحطيها الجليتر اللي فيها بيطير ويتبقى بس اللون، ودي لونها لونها حلو جدا يا بنات. والدرجة اللي عجبتني بعد كده يا بنات وهي درجة 511، لونها كده يا بنات بني على ذهبي، حلوة جدا لو عايزة تعملي برونزر لبشرتك يكون لونه جلوي. ودي يا بنات شكل الدرجة زي ما انتوا شايفين، درجتها زي ما تكون برونزي كده فيها شمر ذهبي، مش عارفة الدرجة واضحة عندكم ولا لا. اللي عجبني بعد كده يا بنات كان ايلاينر بتاع ايسنس الليكويد ايلاينر، وده شكله في منه نوعين، في نوع ووتر بروف وفي العادي، انا بحب اكتر الصراحة العادي، وده شكله يا بنات وسعره حلو وسواده حلو وثباته حلو. ومن قلمة الكحل اللي عجبتني يا بنات ده قلم كحل من سيبال ووتر بروف لونج لاستنج، وده شكله يا بنات سواده يا بنات حلو جدا ثباته حلو جدا، وده شكله يا بنات وسعره تقريبا 60 او 70 جنيه. واللي عجبني بعد كده يا بنات كان قلم الكحل من اوريفلام، ده اللي هو القلم البيج، حبيت قوي الدرجة لان انا مش بفضل خالص قلم الكحل اللي لونه ابيض، بحسه شوية بيبقى شكله كده غريب، لكن ده لونه بيج ودرجته حلوة جدا، وده شكله وسعره حلو كمان يا بنات. واكتر حاجه انا بحبها للحواجب اللي هي البودر، مش بحب خالص يا بنات لا القلم ولا الجل، واكتر بودر حواجب عجبتني بودر اوريفلام، ودي شكل 3 درجات، درجه فاتحه ودرجه غامقه وزي شمع كده عشان يثبت الحواجب، ومعها فرشتين زي كده، ودي شكلها يا بنات. واكتر باليتات اي شادو يا بنات عجبتني السنه دي سعرها حلو وفي نفس الوقت خامتها حلو جدا بالنسبه لسعرها، باليتات اي شادو مايتي سينما، انا عملت عنها ريفيو لو حابين تروحوا تشوفوه، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، شرحت فيه او صورت باليتات الاي شادو الاصدارات بتاعتها، عشان في اصدارات حلوه فيها تنوع وفي اصدارات الصراحه الباليتات شويه الالوان متقاربه، لكن يا بنات هكلمكم عن السريع عن احسن اصدارات عجبتني. احسن اصدار عجبني في الحجم الوسط وهو بالشكل ده، حلو جدا يا بنات في تنوع جدا في الالوان زي ما انتوا شايفين، موفات بينك بني وفي درجات شيمر وجليتر وفي بلاشر وفي بودر وفي 2 هايلايت وفي 6 درجات روج، ده احسن اصدار عجبني في الباليتات. احسن نوعين اصدار في الباليت الصغير عجبني كان الاصدار ده والاصدار التاني ده، انا عملت لكم ريفيو عنه. واحسن اصدار عجبني في الباليتات الكبيرة كان الاصدار ده،
ومن الأرواج اليابانات اللي عجبتني السنة دي كانت أرواج إيفون، ودول الدرجات اللي عندي. تمام، 4 درجات. الأرواج دي حلوة جدا يا بنات، الباكج بتاعها حلو، الأرواج كريمي حلوة خالص على الشفايف، مش بتنشف الشفايف، شكلها حلو وفي نفس الوقت بتديكي شكل مات. دي درجة اسمها درجة أحمر اسمها سوبر ريد، سوبر مي. تمام، دي درجة أحمر حلوة جدا يا بنات، اللي هو الأحمر الحلو، ودي شكل الدرجة. مش عارفة ليه في الكاميرا باينة ان هي على فوشيا، لكن الدرجة دي أحمر أحمر، ودي شكلها. في بنات كمان الدرجة دي اللي هي بيور بينك، درجة على بينك يا بنات، بينك صريح. تمام، لا بينك على بني ولا بينك على كشمير، لا بينك بينك. والدرجة يا بنات اللي بعد كده اللي هي اسمها ايدي ليلاك، دي درجة غريبة شوية بس انا بحبها، بخلط الدرجتين دول على بعض بيديهم درجة حلوة خالص. ولو عايزة اللي هي الدرجات اللي بتبقى ناتشورال كده على الشفايف وبتبقى مقاربة للون الشفايف، وهي ايه ناتشورال، الدرجة دي انا بحبها جدا. شايفين مخلصاها ازاي، حلوة جدا. درجة اللي هي الالوان النود دي اللي على بيج، من الدرجات الحلوة جدا، ودي من أرواج إيفون، أرواجها تحفة يا بنات، يمكن أكتر أرواج عجبتني السنة دي. واللي بعدها عجبني يا بنات كان أرواج أماندا اللي هي الليبستيك، معلش يا بنات أنا قصدي اللي عجبني بعدها الأرواج الخشب الأول بتاعت أماندا. تمام، ودول شكلهم. أكتر درجة أحمر عجبتني وهي 014، ودي شكل الدرجة اللي هو الأحمر شوية الغامق، الأحمر الشيك يا بنات. والدرجات اللي هم النيود دول درجة 3 ودرجة 2، والدرجة اللي هي على بينك شوية على موف هي درجة رقم 5. تمام، ودول يا بنات الدرجتين النود اللي هي درجة 2 ودرجة 3 حلوين برضو. واللي عجبني بعد كده من الأرواج أماندا اللي هو الليبستيك ده اللي هو اللون الأسود اللي هو المفروض ان هو مات، ودرجة 185، مش عارفة واضحة ولا لأ. تمام كده يا بنات، الدرجة دي كشمير بس الكشمير بتاعها الكشمير الحلو، دي شكل الدرجة يا بنات. واللي عجبني برضو من عند أماندا اللي هو الليبستيك اللي هو شكل الباكج بتاعه ذهبي، الدرجة دي حلوة للناس اللي هي مش بتستحمل الحاجة المات، أو الناس اللي شفايفها بتنشف بسرعة. غير كده أنا الدرجة دي بحبها جدا جدا، اللي هي الدرجات اللي بتبقى طبيعي جدا على الشفايف وحلوة جدا، ودي شكل الدرجة. شايفين شكل الدرجة حلو ازاي اهو، ودي من درجات الأماندا اللي انا بحبها جدا اهو، شكل الدرجة اللي هو البني الفاتح. تمام كده يا بنات، ولو عايزة مثلا حاجة يكون سعرها كويس وفي نفس الوقت كويسة، ممكن تجيبي اتشاو اللي هي الباكج الاسود ده ب35 جنيه، برضو كويسين، هما كريمي شوية فيهم لمعة بسيطة بس، لو حطيتي عليهم بودر او عملتيهم بمنديل بيثبتوا. ودي شكل الدرجة برضو من احلى الدرجات عند تشاو، وهي رقم 7. واو شكلها، هي على فكرة على بني بس مش عارفة ليه ظاهرة شوية على كشمير، بس هي على بني. تمام كده يا بنات، ويا رب يا بنات يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا، وشكرا ليكم يا بنات، ومع السلامة.